تركيا تعاني من أزمة اقتصادية وبذخ أردوغان مستمر. الليرة التركية انخفضت أمام الدولار بعد أزمة بين أنقرة وواشنطن. أردوغان أدخل تركيا في دوامة أزمات اقتصادية وسياسية. الرئيس التركي أعلن إنشاء قصر جديد في مدينة أخلاط. القصر الجديد أعلنت أنقرة إقامته على مساحة 5 أفدنة. أردوغان يبدد أموال الشعب خلال أزمة تعتصر البلاد. أنقرة استقطعت 2 ملياري ليرة من التعليم بسبب الأزمة. القصور كشفت مخطط أردوغان الحالم بحياة السلطنة. أردوغان شيد قصرا رئاسيا ب1000 غرفة كان أول من سكنه. أردوغان يهدر الكهرباء على قصره والتي تكفي لإضاءة إسطنبول. القصر الأبيض تكلف 2 مليارات دولارات من أموال الشعب.